زي فرج بيه يعود سموحه مره اخرى زي ما كان سموحه المخيف أنا اللي عنده احسن لعيبه اللي فيه استقرار اللي ما فيهوش في خريطه الطريق انا بتكلم مع الشباب الصغير ده وبشرح لهم هذا الكلام. ايه هي خريطه الطريق؟ ان شاء الله ما لسه كل حاجه هتيجي في وقتها باذن الله يا احمد بيه. نعم. لكن ان شاء الله سموحه امن وسموحه يكون في مكان كويس. لكن انا رديت لان بقول اين حمره الخجل. ولا وبص لو هموت مش هترك من فعل هذا الشيء، لو هموت مش هترك اللي عمل في نادي سموحه كده. اللي عمل في نادي سموحه كده لازم يتحاسب. ومش هسكت، وقلت الكلام وقلت الارقام واعلنت كل حاجه علنا، والوزير هيشكل لجنه وفي برنامج سيادتك بلاغ للنائب العام لنشوف مين اللي عمل كده. الكابتن طارق بيقول انه مجلس اداره متمسك بيه وان هو يا سيدي بص يا سيدي سيبك من الكلام ده. لو مجلس الاداره متمسك بيه يطلع يقول ان احنا متمسكين خلاص. بس اللي متمسك بيه يطلع يقول انا متمسك بيه ويديني سبب واضح للتمسك. نعم. ما هو رد عليا من اتمسك بيك لما تكون انت انا الثالث انا الرابع بلعب مباراه جميله بلعب كذا. انما ما شفتش واحد يحطك اسفل السفينه تتمسك بيه. اتمسك بيه على ايه؟ اللي يتمسك بيه بقى يبقى فيه سر. اللي يتمسك بيه يبقى فيه سر. احنا عايزين نعرف السر بس كده مهندس. انا اللي يتمسك بيه يكون هناك سر. لكن حاجة بتقول انا قعدت مع مجلس الاداره النهارده مش متمسكين بيه، اللي كانوا قاعدين معايا النهارده مش متمسكين بيه. لا حضرتك اتكلمت معاهم بشكل واضح؟ طبعا. النهارده كان معايا 4 من مجلس الاداره. وهم ولادي. معلش، ما حدش فيهم متمسك بالكابتن طارق العاشر؟ لا ما حدش متمسك بيه. من الاربعه اللي حضرتك قعدت معاهم؟ طبعا. طب هل هناك حد اخر طرأ عضو اخر؟ كلنا 7. في؟ كلنا 7. 7. ما حدش بص حضرتك، اصل الدفاع على النجاح سهل. ان تدافع عن ناجح طب سهل. نعم. أن تدافع عن من يضعك في موقف حرج صعب. صعب. يعني الدفاع له حجة. لابد أن يكون عندي حجة لكي أدافع عن إنسان يعمل. ما هي الحجة في الدفاع عن مدير فني لعب 13 مباراة ولا 14 مباراة جاب فيهم 13 نقطة، خسران مش عارف 5 مباريات ومتعادل مش عارف كام واحدة وكسبان 2 آخرهم اللي كسبها له حسام حسن في الماتش اللي فات ده. الوارد يعني زي ما حضرتك بتقول كده انه هو العبره بالارقام النتائج. شوف الارقام وشوف النتائج. واحد خسرني الماتشات دي كلها وعملني الكلام ده وسواني واقف كمان في الملعب يقول يا ظلمه ظلمه. هو حد ظالم الا انت؟ هو حد ظالم الا انت؟ هو حد الناس امنت لك رحت جبت لعيبه ما انزل الله بها من سلطان مجاز متعرض لضغوط ومش عارف يشتغل. ايه الضغوط اللي اتعرض لها؟ وجايز. بعد ايه يتعرض لضغوط؟ ايه الضغوط حضرتك؟ جيب لي ضغوط. اللعيبه هو اللي مختارها. هو اللي ما حدش يتكلم معاه الا قبل الماتش اللي فات، والماتش اللي فات كسب. وبعدين بعد اذن سيادتك الشاطر بيشتغل في كل في الاجواء. نعم. وحد كلمه ولا حد قال له حاجه؟ ما هو اللي بيتكلم. هو اللي بيتكلم وفكره انه ما حدش هيرد عليه. يعني كمجلس عليه. اداره ورئيس نادي ما بتدخلوش في شغل الكابتن طارق العاشر ولا نعرف عنه حاجه خالص. ولا نعرف عنه ولا حاجة. مين يلعب ولا مين ما يلعبش ولا مين ولا نعرف حاجه خالص. ومجلس الاداره ما اختارش اي لعيبه، الاعضاء ما اختارتش ولا لعيبه.